أعدت وزارة الخارجية السعودية ورقة حقائق مدعومة بالتواريخ والأرقام تعرض سجل إيران الحافل بنقل القلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة استقرارها، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء واس. وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، فإن هذه السياسة الإيرانية استندت في الأساس على ما ورد في مقدمة الدستور الإيراني ووصية الخميني، والتي تقوم عليها السياسة الخارجية الإيرانية، وهو مبدأ تصدير الثورة في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها.